لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من شرم الشيخ ليضعنا في الصورة الآن. يعني كريم، بعد التحية يوم حافل وما زالت طبعا الجلسات منعقدة الآن من بدايات انطلاق اليوم الثاني لفعاليات الشق الرئاسي، كيف ترصد لنا الأجواء لديك؟ أهم ما طرح حتى هذه اللحظة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما نتحدث عن اليوم الثاني، ولكن الأهم في هذا اليوم هو الفكرة العلمية والتطبيق العلمي للأفكار المختلفة للتعامل مع التحديات المناخية والتغيرات المناخية. ربما رصدنا ردود الأفعال، ورصدنا أيضا الأفكار، ورصدنا المناقشات المختلفة التي من المفترض أن تنطلق بهذا المؤتمر وبهذه الجلسات في النهاية إلى آليات وحلول مختلفة من المفترض أن يتم تطبيقها على أرض الواقع. ولكن الأهم ربما أيضا من هذه الجلسات والمناقشات هي التعاون المشترك والتعاونيات الثنائيات والاتفاقيات المشتركة الثنائية وغير الثنائية بين الدول وبعضها البعض، وهو ما يوفره هذا المؤتمر في نسخته 27. التعاون بين الدول على الوصول لحلول مشتركة للتكيف أيضا مع التغيرات المناخية، ليس فقط وجود حلول جذرية ولكن أيضا آليات التكيف عن طريق الأفكار العلمية المختلفة. ولكن إذا تحدثنا بشكل أعم حول اليوم الثاني، فهناك المنطقة الزرقاء أو البلو زون التي ينعقد فيها كوب 27، الورش الرئيسية والجلسات الرئيسية كما رصدناها على مدار اليوم، ولكن أيضا المنطقة الخضراء والجرين زون هي أيضا جزء هام لا يتجزأ من كوب 27. هنا رصدنا عدة مناظر أو عدة ملفات مختلفة تم العمل عليها بالفعل. من أول هذه الملفات هي ملف الشباب كان لهم دور هام اليوم عن طريق منتدى شباب العالم. رصدوا اليوم رحلتهم من بداية انطلاق منتدى شباب العالم حتى اليوم، والمبادرات المختلفة التي أطلقها منتدى شباب العالم، وهو يجمع بالطبع جميع الأفكار الشبابية سواء كانت داخل مصر أو داخل القارة الأفريقية أو العالم أجمع من الشباب، اجتمعوا على تنفيذ آليات وحلول مبتكرة مختلفة في مبادرات عديدة. ولكن جزء من هذه المبادرات هي التعامل مع الابتكارات الجديدة. في هذه النقطة تحديدا كريم، يعني لذلك جاءوا ليرصدوا. لو تسمعني كريم، يعني أنت الآن في قلب الجرين زون أو المنطقة الخضراء، والصورة من خلفك يعني تعج بالشباب، بالحماس الشباب الخاص كما ذكرت، شباب منتدى شباب العالم. نريد أن تنقل لنا الصورة أكثر تفصيلا، يعني ما الذي تحويه هذه المنطقة الخضراء للمشاهد الذي لا يعرف كثيرا عن هذه المنطقة؟ ما الذي تحويه الفعاليات، البرامج المقدمة، النشاطات التي يقوم بها الشباب لديك؟ نعم، هذا ما كنت أسرده بالفعل. هو جزء من هذه النشاطات داخل المنطقة الخضراء هي فعاليات الشباب، ومنها منتدى شباب العالم الذي هنا اليوم أقام فعالية خاصة ليحكي رحلته والمبادرات المختلفة للتعامل مع التغيرات المناخية. ولكن اليوم كان هناك حملات توعية من منتدى شباب العالم للشباب داخل المنطقة الخضراء للتعامل مع التحديات المناخية. وأيضا شارك في هذه الندوة المتطوعين الذين شاركوا في كوب 27، وسمعنا الآراء المختلفة التي من الممكن أن تساعد فيما بعد أن تصل لصناع القرار في محاولة لأيضا المساعدة في التعامل مع التحديات المناخية، لأن المستقبل حسب رأي الشباب الذين قابلناهم اليوم هو ملك لهم. ولذلك وضع الحلول من الآن والخطط ليتم تنفيذها بالفعل هو جزء من دور رئيسي للشباب. أما بالنسبة لسؤالك عن محتوى المنطقة الخضراء أو الجرين زون، المنطقة الخضراء هنا مقسمة لعدة مناطق داخلية. المنطقة الأولى خاصة بالشركات المختلفة التي تشارك بالفعل في كوب 27، وهذه الشركات تعرض الأفكار التي تم تطبيقها عندهم بالفعل في آليات صديقة للبيئة أو أفكار صديقة للبيئة، وأيضا الخطط المستقبلية عن طريق عرض وافي، إما عرض فعلي داخل الأقسام الخاصة بهم داخل هذه الشركات في المنطقة الخضراء، أو حتى عرض فقط
خطط مرسومة، وأيضا يفتح الباب تفتح أبواب وفرص جديدة للتعاون بين الشركات المختلفة. هذه نقطة. هناك نقطة أخرى أيضا، هو أن المنطقة الكاملة هنا في المنطقة الخضراء، المنطقة كلها تقريبا صديقة للبيئة، كل ما هو حولي هنا صديق للبيئة، حتى التعامل إذا كنت تريد أن تأكل أو تشرب أو غيرها من الأشياء اللوجستية الطبيعية تستخدم أدوات صديقة للبيئة، حتى الأشكال التي المتواجدة داخل المنطقة التي زينت المكان كلها إما صديقة للبيئة أو تم إعادة تدويرها. ودائما هناك لافتات داخل هذه المنطقة للحث على التعامل مع الوسائل واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة بعيدا عن البلاستيك على سبيل المثال، خصوصا أننا في شرم الشيخ وهي مدينة ساحلية. تحدثنا أيضا مع بعض الشباب المتواجدين هنا بالفعل وتحدثوا عن أهمية الابتعاد عن البلاستيك لما يؤثره بشكل سلبي على الحياة البحرية. هناك أيضا فعالية هامة جدا هنا من المنطقة الخضراء، وهي منطقة التظاهر. منطقة التظاهر هي منطقة وفرتها الحكومة المصرية هنا في تحت رعاية الأمم المتحدة هنا في المنطقة الخضراء لتسمح للأفكار لتسمح عفوا للشباب والخبراء وأيضا نشطاء المناخ للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم أيضا للتعامل مع التحديات المناخية. واليوم رصدنا بالفعل إحدى هذه المظاهرات داخل هذه المنطقة التي تم تأمينها بالكامل بالطبع، وكان هناك العديد الحقيقة في حقيقة الأمر من الشباب الذين يعني تحدثوا عن آليات التوعية حول التحديات المناخية الجديدة. وليس هذا فقط، عندما تحدثنا معهم أيضا سألناهم عن يعني ما أهمية هذه المظاهرة وأين من الممكن أن تصل بهم، وهل في الأساس هذه المظاهرة من الممكن أن تؤثر بشكل فعلي. وتحدثوا عن الأهم من التأثير هو إيصال الصوت، حسب قولهم أن الأهم هو إيصال الرأي والتوعية بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية وإيصال هذا الرأي للخبراء وأيضا للدول الصناعية الكبرى التي كان لها تأثير بشكل مباشر سلبي على على المناخ بشكل عام وعلى الجرين هاوس إفكت أو الاحتباس الحراري. لذلك تحدثوا أيضا عن آلية التمويل الخاصة بهذه الدول للدول النامية، وخصوصا أن الدول النامية ومنها القارة الإفريقية بها العديد من الدول النامية التي تأثرت بشكل مباشر من التغيرات المناخية التي كان السبب فيها في الأساس هي الدول الصناعية. لذلك كان هناك في جلاسكو على سبيل المثال اتفاقية لتمويل الأفكار وأيضا دعم تمويلي من الدول المتقدمة للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات الجديدة ب100 مليار دولار. ولكن كل هذه الاتفاقيات المختلفة كانت مجرد اتفاقيات أو نقاشات على الورق فقط. ولذلك سمة المؤتمر هذا العام أو هذه السنة في حقيقة الأمر هي الامبليمنتيشن أو التنفيذ. لذلك طالبوا أيضا بتنفيذ هذه المبادرة المختلفة هذه المبادرة الخاصة بالتمويل لأيضا حسب بعض الدول الأفريقية أو حسب ما تحدثنا مع بعض نائبي رؤساء الدول الأفريقية. نائبة رئيس أنغولا تحدثت أيضا معنا حينما قالت أن على هذه الدول أيضا يعني دفع التعويضات للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية. إذا تحدثنا أيضا عن جانب هام جدا في المنطقة الخضراء وهو الجانب الخاص بالإنوفيشن أو الابتكار، هو جانب موجود داخل أحد الأقسام في المنطقة الخضراء ويعرض فقط الأفكار الجديدة والابتكارات الجديدة الخاصة إما بالشباب أو حتى إما بالشركات. هذه نقطة. أيضا هناك هنا في المنطقة الخضراء مقسمة لعدة أقسام، ولكن هي منطقة على مساحة 11,000 متر مربع. لذلك التنقل هنا في هذه المنطقة بالطبع ليس بسهولة كثيرة، ولكن هناك عدة وسائل للتنقل، إما أن تترجل بنفسك وتتجول داخل هذه المنطقة أو تستخدم أدوات ووسائل نقل صديقة للبيئة
مثل الدراجة الكهربائية أو حتى السكوتر الكهربائي، يمكنك أن تستخدم هذه الوسائل لتتحرك بها داخل المنطقة الخضراء. أيضا جزء من الآليات للتعامل مع التحديات المناخية، وليس فقط، ولكن هي الهدف هو التعامل بشكل فعلي وواقعي والتطبيق الفعلي، وليس فقط مجرد الأفكار التي يتم طرحها هنا في مدينة شرم الشيخ من المنطقة الخضراء. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز على هذا العرض الوافي والتقاط كافة التفاصيل في هذه المنطقة الخضراء الجرين زون، حيث أنت الآن من شرم الشيخ. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرز تحدث معنا بشكل في غاية الأهمية عن هذه المنطقة التي يمكن اعتبارها أنها منطقة مساحة ومجال عام مفتوح لكافة المشاركين هناك. تحدث عن أقسام في هذه المنطقة الخضراء، مساحة مخصصة للابتكار، للأفكار الجديدة، للإبداع في المجالات البيئية المختلفة، مساحة أخرى مخصصة أيضا للتظاهر سمحت بها الحكومة المصرية لعرض الأفكار، لتقديم المقترحات الخاصة بالشباب أمام الدول الكبرى وأمام الدول والقادة والزعماء المشاركين. مساحة للإبداع أيضا فيما يتعلق بالحملات التوعوية. هي منطقة كما ذكر لنا كريم بيبرز كل ما فيها صديق للبيئة، استخدام لكل المواد ووسائل التنقل صديقة البيئة، فهي مساحة مهمة جدا الجرين زون أو المنطقة الخضراء بالتوازي مع المنطقة الأخرى الزرقاء البلو زون التي تنعقد فيها جلسات هذا المؤتمر.